تخيل ببساطه كده الهوف ده عباره عن ايه؟ عباره عن نارو سينس موديفايد سكين تيشو، يعني جلد حصل له موديفيكيشن، حصل له هايبرتنايزيشن، حصل له كورنفايد، بقى نسيج قرني شديد. يعمل ايه؟ يغطي الجزء السفلي من الحافر بتاع الحيوان او الديجيت بتاعه الحيوان، زي ايه؟ زي الناس عندنا، زي الضفر عندنا. مهمته كلها هي الايه؟ هي الحمايه. بص حضرتك معايا لو هقف كده، الهوف ده بيبقى موجود فين؟ موجود جواه الديستال فالكس والديستال اكستريميتي بتاع السكند فالكس، يعني جواه السلميه الثالثه ونص تقريبا السلميه الثانيه، بجانب ايه؟ بجانب الديستال سيسامويد بون اللي هي النافيكولار بون، ده بيبقى داخل جوه الحافر. الحافر ده عباره عن حمايه لقدام الحصان. وحضرتك تعرف معلومه نو فوت نو هورس، مفيش رجلين مفيش حصان، لو خسرت رجل الحصان معناه خسرت الحصان كله. فده نوع من الحمايه. في الابقار وفي الجاموس بقى، دول بيسموهم مشطوخه الظرف، يعني رجلهم لهم اثنين ديجيت، ازواج من الديجيت، يعني الحصان له صباع واحد في النهايه، انما الابقار والاغنام لهم ايه؟ لهم صباعين في كل رجل. فسموا ده ايه؟ برضه كورنفايد تيشو او موديفايد سكين تيشو، ده سموه فلو ظرف. يبقى ذوات الاظلاف زي الاغنام والماعز والابقار زي ما حضرتك شايف او الاوكس، ده بيسموه زيه زي بالظبط الهوف في الهورس، بس هنا بنسميه الكلو او الظرف. ده كان يعني مختصر للهوف، وهنشوف حضرتك في الفيديو القادم شرح تفصيلي للهوف اناتومي. الهوف الحافر، الحافر هو تركيب صلب بيحتوي بعض الاستراكشرز. هناخدها زي ما احنا شايفين دلوقتي، ادي الحافر اهو، بيبقى جزء صلب، بيبقى هارد ستراكشر كفرنج بعض الاشياء اللي هنقول عليها من شويه، هنقول عليها دلوقتي. انا ديك الرجل، هي رجل مقسومه ساجيتال سيكشن، ساجيتال سيكشن، عشان نشوف الحافر. ادي الحافر من جوه اهو، ايه اللي جوه الحافر؟ ايه اللي جوه الحافر؟ هنلاقي فيه ايه؟ هنلاقي فيه الديستال فالانكس او الكافن بون، الديستال فالانكس او الكافن بون، وبلاقي فيها الديستال هاف بتاعه الميدل فالانكس، الديستال هاف اوف ميدل فالانكس، فيها النفيكولار بون او الديستال ساموييد بون، الديستال ساموييد بون او النفيكولار بون، فيها الديجيتال الفليكسور تندون سواء سوبرفيشال او دي ديجيتال فليكسور تندون، وفيها الاكستنسور تندون. دي الكفر، الكفرنج بتاع او الاشياء اللي موجوده عندي في الحافر. يبقى انا عندي الحافر هو عباره عن هارد ستراكشر كفرنج الديستال فالانكس، الديستال هاف اوف ميدل فالانكس، التندون، وعندي فيه النيفيكولار بون. الحافر بيبقى عباره عن موديفيكيشن من السكن. الجزء الابيديرمس بتاعه بيتكون من ايه؟ بيتكون اول جزء عندي اللي هو الجزء اللي باين قدامي ده، ده بسميه الايه؟ الوول، بسميه الوول، ده بسميه الوول اللي هو الجزء الظاهري ده. الوول ده بيبقى من المقدمه بسميه التوي، في المقدمه هنا بسميه التوي، ده بسميه التوي، وعلى الجنبين هنا بسميه الكوارتر، ومن ورا هنا بسميه الهيل. يبقى انا عندي فيه ادي الوول، عندي ده توي كوارتر هيل. اما نيجي نبص هنا على نقلب العظمه دي كده اهي، ادي الوول اللي كان قدام اللي احنا شفناه جنب الوول، لما بيجي الوول يعمل كده اهو، ادي الوول بيجي يعمل ريفليكشن من عند الهيل وينزل لتحت. ادي الوول عمل ريفليكشن ونزل لتحت. نزله الريفليكشن ديك بسميها البار، بسميها البار اللي هي دي الهوب بار، ديك الريفليكشن بتاعت الوول على الفولر سيرفيس او على الجراوند سيرفيس بتاع الهوب. هنلاقي اللي ملى السبيس ده كله، ده بسميه السول، ده بسميه السول، بيبقى له بودي، له الجزء العريض ده بسميه البودي، وهنا كده على الجنبين بسميه الانجل اوف ذا سول او السول كراس، الانجل اوف ذا سول او السول كراس. هنلاقي في نص السول هنا كده في ستراكشر وسطي تريانجولار ان شيب بسميه الفروج. يبقى انا عندي ده كله السول، والجزء التريانجولار ده بسميه الايه؟ بسميه الفروج. الفروج بيبقى له بيس
ولو ايبكس وحوالين البروج بيبقى فيه اتنين باراكونيال جروف، اتنين باراكونيال جروف. يبقى انا عندي ده السول، ده البودي، وده الانجل اوف ذا سول، ده البار، ده الفروج، المثلث ده الفروج، ده البيز وده الايبكس، ده الجروب ده بسميه الايه؟ بسميه الباراكونيال جروب. ده السنترال ساينس او سنتر ساركوس اوف ذا فروج، سنتر ساينس او سنتر جروب اوف ذا فروج. اما نيجي بقى مقابل للسنترال جروب اوف ذا فروج او سنتر ساركوس اوف ذا فروج في سباين، ما نخش جوه هنا، ده شايفين ده بسميه السباين، السباين اوف ذا فروج، السباين اوف ذا فروج، واضح هنا هو هو ده بسميه السباين اوف ذا فروج. يبقى انا عندي ده الوول اللي بره، ده الوول عمل ريفلكشن هنا كده عمل البار، ده بسميه السول، ده البودي وده الانجل اوف ذا سول، ده الفروج، ده السنترال جروف، وده الباراكونيال جروف. مقابل للسنترال جروف في السباين اوف ذا فروج، السباين اوف ذا فروج. لقينا بقى بين الوول، ادي الوول اهو، لما نيجي نبص على البولار سيرفس او السولار سيرفس، بين الوول والسول في سبيس او خط، الفراغ ده، الفراغ ده بسميه الفراغ ده، ده بسميه الوايت لاين، بسميه الوايت لاين. يبقى الوايت لاين ده سبيس او فراغ ما بين الوول والسول، بين الوول والسول. ده بالنسبة للجزء الإبيدرمس. بينما الجزء الديرمس، لما نيجي نبص كده من جوه هنا كده، الديرمس بتاع الحافر عبارة عن خمسة كوريام، خمسة كوريام. الكوريام عبارة عن سورت بابلي، هورن بابلي موجودة في الحافر من جوه. فبلاقي أول حاجة خالص عندي الخط العرضي ده، الخط العرضي ده كده أهو، ده بسميه ايه ده؟ ده بسميه الكوروناري جروف، بيبقى عليه كوروناري كوريام. يبقى انا عندي فيه كوروناري جروف وعليه كوريام، بسميه الكوروناري كوريام. فوق الكوروناري كوريام او الكوروناري جروف في جروف تاني رفيع، اللي هو الرفيع من فوق ده، الحافه بتاع الحافر من جوه من فوق هنا، ده بسميه الايه؟ البري اوبليك جروف، البري اوبليك جروف. يبقى ده بسميه البري اوبليك جروف، ده الحافه العلويه من فوق تحتوي على الكوريام، بسميه البري اوبليك كوريام. اللي من تحت العريضه ديك بسميها الكوروناري جروف، تحتوي على كوريام، بسميها الكوروناري كوريام. ده الكوريام اوف ذا وول اللي جوه دي، ده بسميها الكوريام اوف ذا وول. لو جينا بصينا على الكوريام اوف ذا وول وعملنا زوم عليها، هنلاقيها فيها شكل مميز، اللي هي بابليه بتاعتها تبقى واضحه قوي، تبقى اكبر في الحجم من اي كوريام تاني، تبقى بتحتوي على برايمري وسكندري لاميلي، بتوصل عددهم 600. يبقى ديك بسميها الايه؟ الكوريام اوف ذا وول، الكوريام اوف ذا وول. وهنلاقي اللاميلي او البابيلا بتاعتها او التجاعيد بتاعتها اكبر من التجاعيد بتاعت الاجزاء الثانيه. عندي ادي السول، ده السول برضو بيبقى فيه كوريام، بسميه الكوريام اوف ذا سول. والفروج بيبقى فيه برضو كوريام اوف ذا فروج، كوريام اوف ذا فروج. يبقى انا عندي في كوريام للسول وكوريام للايه؟ للفروج. الكوريام اوف سول والكوريام كوريام اوف ذا فروج ده بيبقى سنسيتيف، سنسيتيف يعني ما ينفعش مسمار او اجيب اي حاجه يبقى في الم شديد جدا لو حصل اي انجري في المكان ده. بينما الكوريام اوف ذا وول سواء كانت الكوروناري او البري اوبليك تبقى ان سنسيتيف، ان سنسيتيف يعني مش جزء حساس ممكن ندوق فيها مسامير عادي لو هنركب شوز ليه القلب. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للهو. نيجي بقى بعد كده للاستراكشر. ده الهوب بتاع الحصان يا جماعه، ده الهوب بتاع الحصان. ده الكلو بتاع الكاو، قلنا بيبقى اتنين كلو، بيبقوا عاملين كده اتنين كلو اهو، يبقى دول بسميهم الكلو بتاع الكاو، بيبقوا اتنين، وادي الاتنين بتوع الشيب او الجو، الاثنين بتوع الشيب او الجوت. يبقى ده شيب او جوت، ده كاو او اوكس، وده هورس، ده هورس. ده بالنسبه للهو. نيجي لاخر حاجه عندي خالص، ايه لما باخد المسج كده، ايه الاستراكشر اللي انا ممكن اشوفها عندي؟
ايه الاستراكشر اللي انا ممكن اشوفها عندي. ادي عندي ديت الميتاكاربس بون او الكانون بون. ده اللونج باستر او الفيرست فالانكس. اللونج باستر او الفيرست فالانكس. عندي ده الميدل فالانكس او السكند فالانكس او الشورت باستر. ديك اللي هي الكافن او الديستال فالانكس. ده المفصل ده بسميه الفيتلوك جوينت. الفيتلوك جوينت ما بين الميتاكاربال او الكانون والفيرست فالانكس. ده الباستر جوينت. ده الباستر جوينت ما بين السكند فالانكس او اللونج باستر والميدل فالانكس. وده الكافن جوينت. الكافن جوينت اللي بين الميدل فالانكس والديستال فالانكس. عند العظمه الصغيره ديت دي بسميها النيفيكولار بون. النيفيكولار بون او الديستال ساموييد بون. جنبها او وراها في سبيس. السبيس ده بسميها النيفيكولار بيرسا. النيفيكولار بيرسا السبيس اللي هو هنا ده الفراغ ده بسميه الايه؟ النيفيكولار بيرسا. عند ديت السوبرفيشال والديب ديجيتال فليكسور تندون. السوبرفيشال والديب ديجيتال فليكسور تندون اللي بتروح تمسك على السيميليونر كريست اوف ذا سايرد فالانكس. ومن قدام هنا في الكومن ديجيتال اكستنسور تندون. الكومن ديجيتال اكستنسور تندون. يبقى انا عندي في السوبرفيشال والديب ديجيتال فليكسور تندون وعندي في الكومن ديجيتال اكستنسور تندون. الكومن ديجيتال اكستنسور تندون من الكرينيال بينما السوبرفيشال والديب من الكودال. عندي ادي الحافر اهو. الحافر ادي الول. ادي الول وادي السول والجزء اللي جوه ده ده الفروج. ما بين الفروج بقى والديب ديجيتال فليكسور تندون بلاقي فيه مكان. المكان ده كده. المكان ده كده اللي بين الفروج وبين الديب ديجيتال فليكسور تندون. المكان الفايبرس والادبوز تشو ده بسميه الديجيتال كاشن. الديجيتال كاشن. الديجيتال كاشن ده عباره عن فايبرس اند ادبوز كونكتيف تشو موجود ما بين الفروج والديب ديجيتال فليكسور تندون. ده وظيفته اللي هو يعمل امتصاص للصدمات عشان ما ياثرش على التندون ده. يبقى ده بسميها الديجيتال كاشن. الديجيتال كاشن ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للاستراكشر اللي احنا شفناه في السيجيتال سيكشن.